متابعينا الكرام، صباحكم بروك ونهاركم ان شاء الله سعيد. مرحبا بكم في هذا البث المباشر من الدار البيضاء. مرحبا بكم في صباح يوم الاحد اللي ان شاء الله غادي نشوفوا في هذا الصباح بالاجواء كيفاش دايره. وكذلك متابعينا الكرام، فغادي نبغوا على اننا كذلك نتحدثوا معكم حول الاثمنه ديال الخضر والفواكه وشحال دايرين عندكم في المدن ديالكم. بغينا نشوفوا في كل مدينه كي دايره الأثمنة ديال الخضر والفواكه من خلال هادشي كله ان شاء الله نبغيو نعرفو من خلال يعني تعليقاتكم ومشاركتكم معنا. فأكيد متابعينا الكرام على ان يعني كل مؤخرا فساد يعني الأثمنة الكبيرة ديال الخضر والفواكه اللي ولات، وهذا راجع يعني بالأساس الشتا واللي يعني اللي قليل عندنا هذا العام يعني، والجفاف ويعني الازمه ديال الكورونا اللي كنمروا بها، اللي كنتمنوا من الله العظيم على انه يرفع علينا اقرب وقت في ظل هاد المعطيات كامله. فولينا كنشوفوا يعني اثمنه اللي كبيره وكبيره بزاف، يعني الطاقة ديال المواطن البسيط. فالله يحسن ليه الأوان. فغادي نبغيو نقراو بعض من تعاليقكم متابعينا الكرام. حمزة خويا صباح الخير. سناء يسعد صباحك بكل خير وسعادة يا رب. شكرا لك اختي سناء. اخ احمد سلام خويا من فرنسا، تحية الناس كازا. شكرا لك خويا احمد وتحية للجزائر المغربية يعني في مكانش، تحية لكم. وان شاء الله اكيد عرفنا ان بزاف ديال الجاليين اللي كانوا بغاو يجيو يزوروا بلادهم ويشوفوا يعني الاهل ديالهم. فما توفقوش هذا العام في ظل الجائحه هذه ان شاء الله. ان شاء الله فجيو لبلادكم بعد ما تمرض الازمه هذه وتلقاو ان شاء الله الاهل ديالكم في احسن الاحوال واحسن الظروف ان شاء الله يا رب العالمين. شيماء العزيزي صباح الخير. صباح الخير عليك اختي شيماء. مرحبا اخويا احمد مرسي. مرحبا اخويا. الإدريسي الصراحة مبقاش عندنا كاع باش نشريوها غير خلى الله. الله يحسن العوان خويا علي. والله إلا الصراحة مسكين درويش يعني مدزم في هاد الوقيتة، يعني يقدر طاجين
اخا العالي اخا خويا علي اذا جاب الله وافقشينا الراي فطاجين يقدر يطلع عليه ب 40 درهم طاجين صغيور ديال جوج الناس ثلاثه الناس الا كان غير هو وولدو وعندو شي هو ومرتو عندو شي وليد ولا بنيه ف يعني الطاجين ديالو مقدر يطلع حتى ب 40 درهم فضل الرشيفة الصاروخي ديال الخضروات والفواكه سلطانة الهاشمي نخلع قلبنا درنا اللي ما جيناش للبلاد طبيعة الحال اختي غادي تشوف شي يعني بلادك وتشوف شي الاجواء يعني ديال بلادك وتشوف شي الناس ديال بلادك هذه حاجه اللي هي طبيعيه يعني هاد الهضره هادي غادي يحسوا بها بزاف الناس اللي كانوا في المهجر هما اللي غادي يعرفوا هاد والناس اللي دابا بطبيعه الحال هما مهاجرين فهم اللي غادي يعرفوا هاد القضيه وهما اللي غادي يحسوا بها بزاف فدائما الحنين ديال البلاد يعني والاهل ديالو والاجواء الخاصه فدائما كتبقى تجرك